من عاداتهم التي وافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمائم، فإن العمائم سنة التزموها ولازموها وبقوا عليها، وهي سنة عنه صلى الله عليه وسلم ثابتة لا خلاف فيها. يعني الخلاف في الهيئة وارد، لكن كونها هي سنة ثابتة لا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، هذا أمر لا جدل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بها والتحضيض عليها. شيخنا الشخص رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 87 منهجه عن عزان بن الصقر من فقهائنا في القرن الثالث الهجري رحمه الله قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمائم تيجان العرب. العمائم تيجان العرب، وقال بعضهم: ولبس العمائم تيجاننا، وأهل العمائم أهل الشيم. وقال نور الدين السالمي رحمه الله: عليك يا أخي بالعمامة، فإنها زيادة في القامة، وإنها عز الرجال، من ترك لعزه فمسلك الذل سلك. وقد روي بأن هذا العربي تاج على الرأس فلا تستعجبي. لا شك فيها أنها وقار، وأنها يوم الجزاء أنوار. فالعمامة هذه من السنن التي بقي عليها العمانيون لا يزالون، والذين تركوها منهم من تندم حتى قال شاعرهم: يا ليتنا نترك لبس الغتر جميعها أبيضها والأحمر، ونلبس العمائم القديمة تيجان أجدادكم العظيمة. زين البسها، ما حد مانع عنك بسها، تقول يا ليت ويا ليتني، فهي سنة. ثم تجد بعد ذلك عاد الفقهاء يطنبون ويطربون في ذكرها وذكر فضائلها وفضيلة الصلاة بها، يذكروا حتى فضيلة زائدة في لبسها وفي التحنك، التحنك تحنك بالعمامة أو التلحي بالعمامة، ويزيدون فيها حتى أن قطب الأئمة رحمه الله اشتد قليلا، قال في شرح النيل الجزء السادس عشر صفحة 202 قال: ومن سوء الأدب لبس العمامة بلا تلحن. قال: من سوء الأدب لبس العمامة بلا تلحن. بل في صلاته خلاف عندنا فقهاءنا، في صلاة من صلى بلا تلحن خلاف عند فقهائنا. ترى الأول يوم يكون يحكوا، لما يحكون الخلاف أول فقهاء القبليين، إذا قيل في المسألة خلاف فروا من الأهزل إلى الأعدل، كانوا قبل يعني، إذا قيل لهم المسألة فيها خلاف، هذه عبارة تخيفهم، يعني في بطلان صلاتك خلاف، فيخاف ويبحث عن أعدل الأقوال وأحوطها ليتمسك به. وتو إذا قيل له خلاف قالوا الحمد لله، عجب، قال الحمد لله، ويبحث عن أهزل وأرذل الأقوال ويوقع نفسه به على خلاف الذين رشدوا فأرشدوا. فإذا اشتد قولهم ونكيرهم على من لم يتلح بالعمامة في صلاته. والتحنك بالعمامة والتلحي ليس خاصا بهم أيضا، يعني أنت إذا راجعت كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي المقدسي المجلد الأول صفحة 1415 تجد أن أحمد بن حنبل يقول:
يروى عنه أن عدم التحنك بالعمامة مكروه كراهة شديدة. عدم التحنك مكروه كراهة شديدة، يعني ما موجود عند فقهاء أعمان فقط، يعني موجود عندهم وعند غيرهم، تشديد في الأمر. وشدد بعضهم، لو تراجع كلام القطب رحمه الله ونظم العلامة البطاشي له في السلاسل المجلد العاشر من سلاسل الذهب، تلقى كلاما ينضح شدة وقسوة على من لم يتحنك. فإذا لبس العام من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي لا إنكار لها ولا ينكرها أحد، وهي باقية والحمد لله، ولا يزال الشباب يحيونها فيما بينهم، وهو أمر حسن.